التعاونيه والفيتو كنا داكشي المحافظه الامنيه كاين شي نتفازو الخياطه
هما اللي سميتو كاين المسائل ديال الخريطه ديال الملك النادر راه هذه راه مشات ثلاثه ليل ديك ساعتي أعطيت الانطلاقة لفئة البراعم الصغار المرسومين جميع احترام المدار من أجل تسهيل وتيسير مرور السباق. للتنمية والتعاون فئة البراعم الصغار وفعلها بطبيعة الحال البطل سوف نتعرف على اسمه بعد لحظات البطل يقولها أنا ذا ويطلب فتح القنينة بعد الارتواء سنطلب تصريحا للبطل شنو اسمك ولدي؟ تابرت بطبيعة الحال يا عماد مبروك عليك منين جيتينا عماد؟ أي تعميرة وبطل النسخة الرابعة من أي تعميرة تحية تحية إجلال وإكبار والبطل الغذائي شنو اسمك ولدي؟ هادي الشهر منين جيتي؟ أكادير أو من خميس أي تعميرة تحية إجلال وإكبار لكل من أتى من خميس أي تعميرة ومن جميع ربوع المملكة المشتركة في هذا السباق تصفيقات وتشجيعات لهؤلاء الأبطال لهؤلاء الجنود تحية لجميع من شارك في السباق تحية لهم لأنهم أكملوا ساحتنا المرجوم من جميع المشاركين فئة الكبار الالتحاق حالا بنقطة الشوط الموصول ايضا لمجموعة عود تمنعر وبعد تمام سنتعرف على البطل والابطال الثلاثة لا تيفو 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 ذات السبوس كله سيفو ذات السبوس صورة كبيرة الدنيا ما نسكر ما نستخدموها
مغربي دي مغربي دي مغربي. الدور الرابعة كان هو عادل بدا. من مدينة برشلونة في إسبانيا. أما المركز الثالث فكان من نصيب أحمد مرات، كما شارك أيضا في أولمبياد مرتين، مرة بلندن ومرة بالبرازيل، فتحية إجلال وإكبار لهذا البطل. وهنيئا هنيئا للبطل، بطل النسخة الرابعة من السباق على الطريق المنظم من طرف جمعية عين أخسمو عادل بيدا. واحد وأربعين، واحد وخمسين، تبارك الله.
السلام عليكم رشيد. وتوشيح الصدور بالميداليات، الكل فائز. طبعا مهم ان نفوز بالسباق، لكن الاهم هو المشاركه، فتحيه على روحهم الرياضيه وشكرا جزيلا لحضورهم. للتنمية والتعاون حسن جج، تصفيقات وتشجيعات للبطل حسن جج. يوشح صدره السيد سعيد. يوشح بطل حسن جاج، والشكر كل الشكر للسيد السلمي سعيد على حضوره. ومباشرة وإياكم ننتقل إلى طلبة المدرسة العتيقة سيدي أحمد السعيد، والذي سيوشح صدره السيد عبد الرحمن. الثانية فكانت من نصيب محمد أخبير، ويسلم له الشهادة السيد عثمان إحيحي رئيس اتحاد جمعية إسوان للماء الصالح للشرب. تحية إجلال وإكبار للسيد عثمان إحيحي، وكذلك هنيئا للفائز بالرتبة الثانية محمد أخبير. يوشح صدره السيد مولاي حسن الإدريسي نائب رئيس الجامعة الترابية لتمري، وهو عماد شكير. تصفيقات وتشجيعات البطل عماد شكير بفوزه بالمرتبة الأولى. السيد مولاي حسن الإدريسي يوشح صدر البطل عماد شكير. يوشح صدره بالنيابة السيد الحاج علي إحيحي رئيس جمعية عين أقصر، يسلمها بالنيابة عن السيد مولاي حسن الإدريسي. إذن البطل عماد شكير
عماد جبير يتسلل جائزته هنيئا للفائزين عماد جبير محمد أخمير وأمزاد حذيفة في النسخة الرابعة. شوف أنا الخيب صورة تذكارية مع البطل. ما فيش واحد وتصفيقات وتشجيعات للبطلات. شكرا على مشاركتها وشكرا كذلك لوفائها لهذا السباق. شكرا ايضا لفتحة السيد الوصيفة وايضا هنيئا لطيفة طلوب. هذه تاريخ أنه في مثل هذا اليوم أو في هذا اليوم طبعا تم تحصل ميناني عمر تصفيقات وتشجيعات للميناني عمر. والشكر كل الشكر لسيد محمد خضيد رئيس الجماعة الترابية للتقي. شكرا على حضوركم. الرتبة الخامسة الفائز بالرتبة الثالثة أحمد شح عفوا يوشح صدر السيد مولاي محمد المسعودي النائب الأول بالمجلس الأعلى في الأذهان. إذن هنيئا للسيد هنيئا للبطل محمد أشلح وشكرا الجماعة الترابية إمسوان. ونادي باسمكم جميعا على البطل عبد العزيز مرزوقي البطل المغربي عبد العزيز المرزوقي عن توقيت 30 دقيقة و10 ثواني يتسلم الجائزة من السيد عبد الله الطير. عبد العزيز المرزوقي شارك في أولمبياد مرتين، شارك في أولمبياد لندن، أيضا في أولمبياد البرازيل، أيضا 4 مرات بطل لأوروبا. تحية إجلالية وإكبار لهذا البطل عبد العزيز المرزوقي. صورة تذكارية تبقى خالدة في الأذهان مع السيد عبد الله الطيع الرئيس للجماعة الترابية لإنسوان. شكرا جزيلا على حضوركم وعلى مساعدتكم طبعا هلا مشروطة لمثل هذه التظاهرات. نمر وإياكم مباشرة وحتى لا ينسحب في صوت الزمن من تحت أقدامنا إلى الفائز إلى البطل بطل النسخة الرابعة لسباق إنسوان على الطريق والمنظم من طرف جمعية عين أقصو للتنمية والتعاون تحت شعار المحافظة على البيئة مسؤولية الجميع ومسؤوليتكم جميعا تشجيع وتصفيق هذا البطل. إنه البطل عادل بيتا والذي جاءنا من مدينة الراشدية. الشكر كل الشكر للبطل الراشدية البطل عادل. الرتبة الأولى ويوشحه إنه البرلماني حميد وهبي. السيد حميد وهبي يتقدم مشكورا على حضوره طبعا وعلى مساندته لمثل هذه التظاهرة. حضوركم طبعا مساندة وتشجيع ودعم لتنمية هذه المناطق. شكرا جزيلا لكم. السيد حميد وهبي يوشح صدر البطل عادل بيضا. تشجيعات مسح أول البطل والأبطال كلهم يستحقون التشجيع. ممكن
الله. أعيد النداء المرجو طبعا لمن سقط منه مبلغ مالي، المرجو الالتحاق بمنشط الدورة طبعا، المرجو لمن سقط منه مبلغ مالي الالتحاق بمنشط الدورة. من مولود 1955 اشتغل في الجمعية العامة.